ابتهاجا بهذه المناسبة الطيبة، وفخرنا بعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مكتبنا مكتب الخطيب الحاج العمر بالتعاون مع جامع صايغ بحفل ختان مجاني للأطفال بهذه المناسبة الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع ويرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على نعمة الإسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكل من ساهم بهذا الأمر واحتفل بهذا اليوم المبارك، وأن يعيده علينا وعلى مدينتنا هذه المباركة وعلى بلدنا بالخير والبركة والسؤدد إن شاء الله. تم هنالك حفل لختان جماعي لأطفال المنطقة، كانت هناك فرحة من قبل الأهالي وشعائر دينية وروحانية لطيفة وجيدة. نشكر وقف السني لهذه الحفلات المركزية التي ما تزيد الأواصر الاجتماعية بين المسلمين وبين أحياء المنطقة وساكنها. نهنئ عالم الإسلامي بمناسبة المولد العظيم العظم محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة. عندنا طهور في جامع السايخ، ونشكرهم على هذا الجهود العظيم، ونحن من قرية السادة، نحن كل مناسبة نجي نطهروني. كيف المجاني والماء عندما تلان والفقير يجي يطهروني.